النهارده وحاسس بكره، حاسس النهارده بكره النهارده، حاسس النهارده تقريبا مش هقول لك ان هي اصعب حصه يا جماعه، اصعب حصه يا حصه المره اللي فاتت بتاع 8 سنين، انا ذاكرها خلاص يا كده خلاص، ما كانتش صعبه ولا حاجه، حاسس النهارده نوعا ما طويل لكن مش صعبه وفيها كلام كتير قوي، كلام كتير جدا 80% من الحصه كلام قديم، هو كده كلها ب 20% كانت صعبه بالنتيجه الصغيره زائد اول حصه خالص منها بتاعت الجراثيم والسليكه كمان نوعا ما، اهم حصه في البروتين هي الحصه اللي جايه، حصه التيروزين وحصه الجبال الانيم وازاي صنع لون الاجرين وازاي صنع الاجرين ودي فور والكلام ده، حصه المره اللي جايه هي دي اللي جايه من الامتحان بتاع البروتين، حد شديد بكره حصه جايه بكره الاربعاء ثلاث مواعيد بكره، حاضر المهم يلا يا جدعان يلا بسرعه هنتكلم النهارده يا جماعه على مجموعه من الاماين اسيد، مجموعه من الاماين اسيد اللي اسمها فول برانشنج اماين اسيد، فول برانشنج تشين اماين اسيد، هنا كده لسه سؤال طب عايز تحط في بالك كلمه، قول يا جماعه المجموعات، كل المجموعات مميزه من الاماين اسيد، يعني لما اجي اقول لك مين هم الهيدروكسيد كونتيننج اماين اسيد؟ هم ثلاثه، مين هم السلفر كونتيننج؟ هم ثلاثه، مين هم البرانشنج؟ هم ثلاثه، مين هم البيزنج؟ هم ثلاثه، كلهم ثلاثات عشان ما تنساش حاجه فيهم، ما عدا حاجه واحده بس. هما مين الاسيليك اماين اسيد؟ الاسيليك هما اثنين. لكن اي حاجه ثانيه ثلاثه. يعني مثلا مين الهيدروكسيد كونتيننج؟ مين هو البارت بتاعك ده؟ يلا. انا عملت حاجه. ده بس كده. مين هما الهيدروكسيد كونتيننج؟ هما السلفر كونتيننج. مين اللي خد الحصه اللي فاتت وعزت في اي جزء؟ مين هما البرانش اللي تشيل اماين اسيد؟ هما ثلاث حاجات يا جماعه. ليوسين واخوه كان اسمه ايزو ليوسين وثالثهم اسمه فالي، يبقى عندي ثلاثه زيهم برانش الاماين اسيد، ليوسين وايزو ليوسين وفالي. المفروض يا جماعه السؤالين بتوعنا بتوع كل مره، السؤال الاولاني هم دول اسينشال ولا نون اسينشال؟ اي ليفت هوم اي ليفت اي ويل، ده كانوا اثنين اخوات الايزو ليوسين والليوسين يبقوا اسينشال تو ميك فيزيت، دي كان اسمه الفالي، فالثلاثة دول اسينشال، يبقى في خطوة اسمها تصنيع، بجد معلش فات في خطوة اسمها تصنيع؟ لا الحمد لله أنا عندي تصنيع وتكسير وإمبورتنس، في إمبورتنس؟ لا الحمد لله اللي عندي تكسير، طبعا التكسير مش سهل، التكسير صعب، بس الدكتور لا مش في غير الكلمتين اللي مكتوبين قدامك دول كلام فاضي، كلام أنت عارفه أصلا، هوريك دلوقتي إزاي أنت عارفه، بس السؤال الثاني بعد ما كان اسينشال ولا نون اسينشال بيقول هما كيتوجينيك ولا جلوكوجينيك ولا ميكسد؟ نفتكر كده هما مين الكيتوجينيك؟ تم حرف ال يوسين ولايسين يبقى ده كيتوجينيك، ده كده كيتوجينيك، هما مين الميكسد؟ كان اخو اليوسين اللي هو اسمه ايزو اليوسين ومعاه البي تي تي، يبقى الايزو اليوسين ده كان عباره عن ميكس، اللي فاضل كلهم جلوكوجينيك، يبقى الفالين جلوكوجينيك. ليه بقى بقول لك كده؟ ممكن تسمع الكلمه دي، ممكن تسمع الكلمه دي، لما النهارده اسالك سؤال واقول لك يعني ايه جلوكوجينيك؟ يعني ايه جلوكوجينيك؟ تجاوبني وتقول لي يا دكتور جلوكوجينيك يعني هيديني ماده اسمها ساكسينايل كوي. يعني ايه ساكسينايل كوي؟ ممكن الماده دي اصلها منها جلوكوز؟ ساكسينايل اصلها منها جلوكوز؟ اه ده كريبس، دخلوا في الكريبس طلعوا في المثال الاسيتيك، حتى المثال الاسيتيك بيصنع جلوكوز، يبقى ليه جلوكوجينيك؟ بس بيصنع ساكسينايل كوي. صعبه دي؟ ليه يا دكتور كيتوجينيك؟ قال لي كيتوجينيك اصل هو بيصنع كيتو. يعني مين كيتو يا دكتور؟ قال لي يا اما يصنع ماده اسمها الاسيتايل كولين. بيصنع ماده اسمها اسيتايل كولين. هو الاسيتايل كولين يصنع كيتو بودي؟ اسيتايل كولين مع اسيتايل كولين وكان ماده اسمها اسيتو اسيتيك او اسيتو اسيتايل كولين من غير كلام رجال. وبعد كده دخل كمان واحد اسيتايل كولين وكان ماده اسمها ريتش ام جي كولين. يعني انا لو جيت قلت لك النهارده المركب اللي اسمه ايزو ليوسين او المركب اللي اسمه ليوسين بيصنع اسيتايل كوين، يبقى كيتوجينيك ولا مش كيتوجينيك؟ بيصنع اسيتو اسيتيك، كيتوجينيك ولا مش كيتوجينيك؟ ما في حاجه اسمها اسيتو اسيتيك اسيد ده كان كيتو بودي، بيصنع حاجه اسمها اتش ام جي كوين، ده كيتوجينيك ولا لا؟ ما هم الثلاث دول بنفس المعنى. ثلاثه اسيتايل كوين يعني اسيتو اسيتيك اسيد يعني اتش ام جي كوين. لما اجي اقول لك يعني ايه يا جماعه كلمه كيتوجينيك بيصنع اسيتايل كوين او بيصنع ماده اسمها الاسيتو اسيتيت. طب يعني ايه ميكسد؟ يعني بيصنع ساكسينايل وبيصنع مين؟ مش فاهم الكلمتين دول؟
يعني يا جماعه جلوكوجينيك بصنع ساكسفاين، ممكن بالساكسفاين اجيب جلوكوز. يعني ايه كيتوجينيك؟ يعني بصنع ماده اسمها الاسيتو اسيتيك اسيد او الاسيتال كولين، ده بيديني في الاخر كيتو. يعني ايه ميكسد؟ يعني صنع ساكسفاين وصنع ايه؟ وصنع كيتو. هو دكتور الكلمه اللي انت بتقولها دي اي امينو اسيد؟ لا انا بتكلم على دول يا جماعه، بتكلم على دول، دول بتوعنا. يعني ايه دول؟ يعني اليوسين ده كيتوجينيك ولا ميكس ولا ايه؟ ده كيتوجينيك. يبقى الجين يعني في الاخر خالص هنا كده يا جماعه هلاقي حاجه اسمها الاسيتال كولين، او هلاقي حاجه اسمها الاسيتو اسيتيك اسيد. بتفهم؟ الفالين بيصنع ايه؟ هو جلوكوجينيك يبقى هيديني ساكسيمايل كوين. طب الايزوليوسين كان نفس الدكتور يبقى هيديني اسيتال كوين وهيديني ساكسيمايل كوين. مش فاهمين؟ كلام صعب؟ ازاي اكسر بقى يا جماعه؟ ركز عشان تفهم الكاسكيت ده، عشان تفهم التجارب اللي انا رسمه ده، الدكتور رسمه في الكتاب. اسمعوني يا جماعه ركزوا كويس، السؤال ده يجي في البحر. بيقول يا دكتور هو اليوسين ده مش امينو اسيد؟ اه. الفالين ده مش امينو اسيد؟ الايزوليوسين ده مش امينو اسيد؟ اه. ازاي كسر الامينو اسيد؟ ما هو اي امينو اسيد في الدنيا طريقه تكسير الطريقه العاديه اللي هي انزيم اسمه ايه؟ ترانس امينيز. ركز بقى معايا، هو اي ترانس امينيز كنت بعمل ايه؟ بجيب الفا امينو بدخله. بص بقى، بص الالفا امينو اهو، يبقى هدخل مين؟ الفا كيتو، ده الفا امينو، دخل الفا كيتو جلوتامين. خد من دمك مواد الامين حطها على ده يخرج اسمه جلوتامين. الالفا امينو يتحول لحاجه اسمها الفا كيتو اسيد. عملت حاجه؟ كلام جديد؟ لا. على فكره الايزوليوسين نفس الكلام، الترانس امينيز دخل له الفا كيتو جلوتامين، هو الفا امينو وده الفا كيتو، فده يتحول لامينو اسمه جلوتامين وده كون لي كيتو. نفس الكلام الفالين. فهمت قصدي ايه بالشكل الدم ده؟ يعني هو انزيم واحد سواء ده او ده او ده. المفروض يا جماعه كل واحد من دول له طريق خاص بيه. وكل واحد من دول لما كسره بالمركب اللي اسمه ترانس امينيز هيديني الفا كيتو اسيد معين. بس هو مش مطلوب مني بقى. يعني ايه؟ اليوسين ده كان فيه ست كربونات. وكان امين. لما شيل منه مجموعه الامين فاضل لي مركب فيه كام كربونه؟ ست. سته يعني ايه؟ يعني كبرونك. هيطلع مركب اسمه الفا كيتو ومعاه كبرونك. ده كان عباره عن مركب فيه خمس كربونات وطلع منه مجموعه اسمها ليسايد حاجه كده. كنت هشيل منه مجموعه الامين وكان مش عارف حاجه اسمها مش عارف ايه كذا كذا كلام كتير. هو عمل ايه؟ لغى كل ده خلاص. سواء كان المركب اللي هيطلع منه اسمه مش عارف ايه كبروك، اسمه مش عارف ايه فاليريك، اسمه مش عارف ايه بيوتاريك، فخلاص هم كلهم في الاخر اسمهم الفا كيتو اسيد. وعشان يقول ان هم مختلفين عن بعض فسماهم ايه؟ قال الفا كيتو اسيد اوف البرانش اللي تشين امينو اسيد اللي جايين من الامينو اسيد. اسمهم ايه بقى؟ مش عارف. يبقى يا جماعه انا ما قلتش كلمه دي، عندي الفا امينو حولته لالفا كيتو، كده انا عملت الخطوه الاولى. صعبه دي؟ حد وقفت معاه؟ الخطوه اللي بعديها بجيب الالفا كيتو اسيد. اسمعني بقى عشان خاطر المرض اللي جاي، عن طريق انزيم هو مركب اسمه ايه؟ الفا كيتو اسيد. عن طريق انزيم اسمه الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز انزيم. يعني ايه دي هيدروجينيز؟ باكسد ولا بختزل؟ بختزل. يعني ايه دي هيدروجينيز؟ بشيل هيدروجين بعمل ايه؟ يعني بين قوسين اسم الاكسديشن صح؟ بيقول التفاعل ده بيطلع سي او 2 يبقى اسمه اوكسيداتيف ايه؟ اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. ثانية يا جماعة بيقول انزيم اسمه الفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز ده اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن. بمعنى بشيل هيدروجينتين من المركب ده واطلع سي او 2 يبقى انا محتاج ادخل ايه واطلع ايه؟ دي هيدروجينيز ادخل ناد بلس واطلع نادش بلس اتش. قال لي مش بس كده، اسمع بقى اللي جاي لك. بدخل ماده اسمها الكواش. يبقى النتيجه اللي هيطلع هنا اسمه لما دخلت كواش يبقى المركب اللي هيطلع هيطلع فاتي اسيد معين ومعاه حاجه اسمها الكو اي اللي هو الاسايل اسايل كو اي. فقال لي بيطلع مركب اسمه الكو او كو اي دريفاتيفز. يعني ايه كو اي دريفاتيفز؟ يعني مشتق بيحتوي على الكل. مشكلته يا جماعه ان هو مش كاتب اسماء المركبات دي. الحمد لله ان هو مش كاتبها، لان كل واحد من دول كان هيطلع لي اسم مختلف واسم غريب. اللي طلع منه اللي طلع منه بدات يبقى ماي مصر ايا كان اسمه. الثلاثه دول بنزيم اسمه ترانس امينيز، انت الفا امينو دخل له الفا كيتو، طلع الجلوتاميك يخرج لك مركب اسمه الفا كيتو بس. الخطوه اللي بعديها اعمل اوكسيداتيف دي كاربوكسيليشن، يعني انزيم اسمه الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز. بيعمل يا دكتور ده؟ اي الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز بيسحب مني هيدروجينتين يحطهم على الناد ويطلع ناد اتش بلس اتش ويدخل لي ماده اسمها الكواش واطلع سي او 2. فالناتج اللي هيطلع بغض النظر اسمه ايه هيبقى اسمه حاجه كو اي، فسميته الكو اي دريفتس. اخر خطوه بقى انت عارفها،
ليه بقى الخطوة اللي حلفها؟ الكوة دي لما تنساها يا جماعة لما كسره هو ده مين؟ ليوسين كيتوجينيك ولا ميكسد ولا جلوكوجينيك؟ كيف يبقى هديك نهايتي ايه؟ قال لي بص بطلع حاجة اسمها ثلاثة أسيتايل كولين. ركزوا معايا يا جماعة، الناس اللي مركزة معايا من أول كلمة ركز أوي في الكلام اللي هقوله دلوقتي عشان يبقى احنا كده خلصنا البلانش تشين. حد يبدأ لي كده؟ بدأنا مين يا جماعة؟ ده ليوسين وده ايزوليوسين وده فالين. قلنا الثلاثه عن طريق انزيم اسمه ايه؟ ترانس امينيز. ايه اللي هيحصل؟ ترانس امينيز دخل لي الفا كيتو جلوتاليك وطلع جلوتاليك وكون مركب اسمه ايه؟ الفا كيتو اسيد اللي جه منين؟ البرانشن تشين امينو اسيد. الخطوه اللي بعديها على طول حتى كده عن طريق حاجه اسمها اوكسيد ديكر موسيليشن بنزيم اسمه الفا كيتو جلوتاليز دي هيدروجينيز دخل لي هناك وخرج لا ليش ولا سيتش ودخل كواش وخرج سي او 2 وكون مركب اسمه الكو اي دريفيتيف. يعني ايه كو اي دريفيتيف؟ يعني مش شرط بيحتوي على كو اي. ليه بيحتوي على كو اي؟ انا مدخل كواش اهو يبقى اكيد اللي هيطلع بره هيكون فيه كو انزيمين. وبعدين ممكن بقى قال لي على حسب لو كان اللي داخل ده ليوسين يبقى هينتهي بايه؟ هو انت ليوسين كيتوجينيك صح؟ يبقى هينتهي ماده اسمها الاسيتايل كولين. اسمعني بقى كده هو كاتب ايه؟ قال لي بيديني ثلاثه اسيتايل كولين. التلاتة أسيتايل كوين دول ممكن أصنع منهم كيتون؟ أه هذه التلاتة أسيتايل كوين خد أول اتنين مسكهم مع بعض أول اتنين أهم اتنين يمسكوا مع بعض هيدوني حاجة اسمها الأسيتو أسيتيك أو أسيتايل كوين ويفضل لي كام أسيتايل؟ واحد مسكوا مع بعض كمان يديني ريتش إم جي كوين. يبقى أنت دلوقتي يا إما يديك تلاتة أسيتايل يا إما يديك اتنين أو مركب اسمه الأسيتو أسيتيك أسيد وأسيتايل يا إما يديك ريتش إم جي كوين. التلاتة دول بنفس المعنى واللي حضر الكيتون فاهم يديك دي على نفس المعنى. ثلاثة اسيتايل يا جماعه اول اتنين بيمسكوا مع بعض يدينوا اسيت يدينوا مركب اسمه الاسيت واسيتيك ويفضل اسيتايل كوين يمسكوا مع بعض يدينوا حاجه اسمها اتش ام جي كوين. يبقى سواء الدكتا او الدكتا او الدكتا ما هم ثلاثه بنفس المعنى. خلاص هنمسح كل ده يا جماعه اهو اهو وهكتب لك حاجه اسمها الاسيتو اسيتيك اسيد. طب لو كان بلاش الايزوليوسين لو كان بريء بعد ما يمشي الكلام ده كله هيطلع لي في الاخر هو جلوكوجينيك ولا ميكسد ولا ايه ظروفه؟ جلوكوجينيك يبقى هيطلع لي ماده اسمها ساكسيلاين كوين. طب الايزوليوسين ده كان ميكس هيدينا دكتور ساكسيلاين وهيديني اسيلاين كوين. خلاص مكتوب بقى عندك هو بيدي بروفيونايت في الاول وبعد كده بيسال مانونايت وبعد كده مش عارف ايه مش مشكله. بس على فكره يا جماعه احنا خدنا الكلمه دي زمان زمان في جلوكونيوجينيس بروفيونايت هو ايه؟ لما كنا بنقول في جلوكونيوجينيس تكسير تكسير في الاودي تشين فاتي اسيد كان بيديني بروبيونايت وتكسير بعض الامينو اسيد بيديني برضه بروبيونايت. مين بقى الامينو اسيد دول؟ كان حاجه اسمها الفيت الفيت بالين وداني ساكسيلاين. ازاي؟ كان الاول بيديني بروبيونايت وبعد كده يديني ساكسيلاين. الثاني الاي اللي هو مين؟ الايزو ليوزين. والثالث التي مين التي يا دكتور؟ السيريونين. بس انا مش عارف اكتبوا مصطفى البيت اكتب من الفيت بيدوني بروبيونايت كو ايه؟ الفيت بيدوني بروبيونايت كو ايه؟ كتاب خط كبير كده وبعد ما كتبت كلمة فيت في اي تي فالين ايزوليوسين والتي تريونين لو قلت لك مالكش دعوه فيهم بقى هو بيديني ساكسينايل يا بيديني اسيدو اسيديك اسيد خلاص مالكش دعوه بالمثال مالونايل مش عارف المثال مالونايل ده الفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 خدناه برضه قبل كده اللي كتب يا جماعه زود بقى اللي كتب زود بعد ما قلت بعد ما قلت ان الفيت دول بيدوني حاجه اسمها البروبيونايل ما تقول بعد كده البروبيونايل يتحول لماده اسمها ايه؟ الميسايل مالونايت كوين وبعد كده يتحول الى ساكسيلاين كوين. وعلى السهم هنا انزيم اسمه النيوتيز وفيتامين بي 12. والكلام ده اتقال مليون مره كده. وبعد كده في الامتحان في ناس مش هتحبه. كمل الطريق ده. شيء كامل على اساس ايه؟ شيء كامل. أصلاً في جروب إيه في نيس؟ أنا شفته بس الموضوع مش فيه.
صورتين صح زودوها زود ليه كمان يا جماعه بس عشان خاطر بس الاستيبل دي في استراليا مين والام الفيت والام الام الميسيونين الام الميسيونين انزيم اسمه ميوتيز ميوتيز نعم الام مع الماء هو ثيونين واخوه ميسيونين هما الاثنين كانوا بيديروا حاجه اسمها الفا كيتو او الالفا كيتو بيوتاليك اسيد كويس يا مي وصل السكيما يا مي راح خلاص كده يا جماعه اسمع بقى السؤال اللي جاي في الامتحان ممكن يا جماعه الناس اللي بتتكلم مره تسكت ممكن عشان خاطر ما فيش وقت بس في مرض اسمه المابل سيرب ديزيز يعني ايه كلمه مابل سيرب ديزيز سيرب يعني سيرب سيرب يعني شرب دواء يكون تابلت يكون سيرب سيرب يعني شرب يعني ايه كلمه مابل مابل يا جماعه دي كلمه بالعربي معناها قيقب ايه قيقب ان شاء الله حاجه اسمها قيقب ايه قيقب ده القيقب ده يا جماعه يعني شراب كده موجود انت مش عندنا احنا كنوع عربيه مش موجود عندنا بس موجود بره موجود بره ده حاجه مسكره بيبقى له لون معين لونه احمر غامق كده وله ريحه معينه النهارده انا بقول لك في مرض اسمه المابل سيرب يورين ديزيز اليورين بتاعي بيبقى عامل زي القيقب مش عارفين يعني ايه قيقب دي مش مشكلتنا النهارده دي حاجه تبقى ده شراب اسمه القيقب مش مشكله بقى هو عامل ايه حاجه مسكره كده ليها لون وليها ريحه اللي انا عايزه من المرض هو دلوقتي يا دكتور اليورين بتاع العيان ده اليورين بتاع العيان بيكون اسمه مابل سيرب يورين ديزيز طب يا دكتور القيقب له لون وله ريحه اليورين بتاعك هو له لون القيقب ولا ريحه القيقب ده السؤال وده اللي بتغلط فيه في الشرح ان يا جماعه اللي بيحصل ان اليورين بتاع العيان بياخد الاودر بتاعت ماده اسمها المابل يعني الريحه ولا اللون؟ الريحه الاودر بيقول يا دكتور عيان اللي عنده مابل سيرب ديزيز عنده مشكله في تكسير البرانش تشين امينو اسيد بسرعه حد يمليني كده بسرعه برانش تشين امينو اسيد هيدوني ايه؟ بتروس امينيز الفا كيتو اسيد بعد كده الفا كيتو اسيد فيها هيدروجينيز هيدوني هو ديريفاتيفز وعلى حسب بقى كل نوع يا الخطوه دي كان اسمها ايه؟ الفا كيتو اسيد فيها هيدروجينيز اللي هو بين قوسين اوكسيدتيف ديكاربوكسيليشن طب يا دكتور المرض ده بيحصل امتى؟ لما مين يبوظ؟ لما الترانس امينيز يبوظ ولا لما ده يبوظ ولا لما ده يبوظ؟ لما دي تبوظ يا جماعه. الانزيم اللي اسمه ايه؟ الالف هيت اسيد دي هيدروجينيز بين قوسين ديفكتيف مين؟ في الاوكسيداتيف ديكاربوكسيليشن. كده يا جماعه كده اللي مذاكر معايا الاوكسيداتيف ديكاربوكسيليشن باظت مرتين. بيقول لك اتفهم. المكان بيبوظ مش عارف ايه وانزل حاجه مش عارف ايه تسمع في اليورين كان حاجه اسمها برايمري اوكسيلاري الجلايسين لما كنت بكسره بالاوكسيداتيف ديكاربوكسيليشن دخل اكسجينه وطلع سي او 2 وكون الفورميك اسيد لما باظ عملت حاجه اسمها برايمري اوكسيلاري النهارده اوكسيداتيف ديكاربوكسيليشن عملت مرض اسمه المابل سيرب يورين ديزيز ايه اعراضه بقى؟ رقم واحد اليورين بيكون ظروفه ايه؟ اليورين بيبقى ريحته عامله زي المابل فقال لي مابل اودر على فكره الموضوع دوت فيري دايجنوستيك يعني ايه؟ خد عينه من اليورين بتاع العيان شم الريحه هتلاقي ريحتها مطر. يبقى كده العيان بتاعه عندك خلاص عنده حاجه اسمها المابل سيرب يورين ديزيز يعني عنده فكره انزيم اسمه كذا كذا كذا. هو يا جماعه مش دول امينو اسيد؟ مش دول امينو اسيد؟ يا دكتور الامينو اسيد دول الامينو اسيد دول مش مهمين عشان خاطر البرين؟ اي امينو اسيد مهم عشان خاطر البرين ولما يحصل ديتكت ولما يحصل المرض ده بيحصل حاجه اسمها منتال ريتارديشن. مش بس كده ده بيقول لي هيحصل ديس بعد سنه لو ما عرفتش راح جنبه لو ما عرفتوش في خلال سنه هيكون مات ماشي يبقى يا جماعه تاني مرض اسمه ايه؟ هيجي لك في الامتحان هيجي في مليون في المية جاي لك في الامتحان لو ما شفتوش في الامتحان في الشورت نون هتشوفه في الام سي كيو في الشهر مش اول ده هو في الشورت نون وفي الام سي كيو وفي الشهر ما جاش في الشورت نون يبقى في الشورت نون هيجي لك في الام سي كيو الشهر مابل سيرب يورين ديزيز هو عباره عن ديفكتيف انزيم اسمه الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز المسؤول عن تكسير برانش تشين امينو اسيد. ايه الاعراض؟ مابل سيرب يعني ايه مابل سيرب؟ اليورين بتكون ريحته ريحه المابل زائد ميتا ريتارديشن ويموت لو ما عرفتوش. ماشي خلاص كده يا جماعه؟ يبقى اهم حاجه هنا النهارده اهم حاجه في صفحه وربع دول اصلا
هو الجدول البوكس اللي بيقول لك مين بيطلع ساكسيفايد ومين بيطلع مش عارف ايه ومين بيطلع مش عارف ايه زائد المرض اسمه المرض السيروم. قلنا كده كمان كم مجموعة؟ قلنا جلايسين وسيرين، قلنا الحصة اللي فاتت الثلاثة بتوع مين؟ الثلاثة بتوع الستارتر كوتين. وقلنا كلمة كده صغيرة على السيرونين، حد فاكر قلنا إيه على السيرونين؟ كنا ماسكينه كده في الوسط كده والسيرونين طلع منه سهم مديني ألفا كيتو بيوتيريك لما كنت بكسره بالدي هيدراتيز دي الكلمة اللي عليه. كده خدنا كام أمينو أسيد؟ جلايسين وسيرين، خدنا ثلاثة والسيرونين، دول كام؟ دول ستة. خدنا كام واحد لحد دلوقتي النهاردة؟ برانش تشين دول ثلاثة. معايا كده تسعة. دلوقتي الأسيدك كام واحد؟ اتنين اللي هما مين ومين بقى؟ أسبارتيك وإيه؟ نبدأ بالأسبارتيك أسيد. الناس اللي قاعدة يا جماعة، الناس اللي قاعدة قدامي، الأسبارتيك أسيد، السؤال الأولاني هو الأسبارتيك أسيد ده إسينشال ولا نون إسينشال؟ أي ليف تو هوم تو ميك فيزيت ثرو أرجنتينا في الفلبينز ولندن، في حرف إيه أصلاً؟ لا، يبقى إذا الأسبارتيك ده نون إسينشال، يبقى أنا كده هضطر أعمل إيه؟ أصنعه، يبقى عندي خطوة تصنيع. وعندي خطوه تكسير والاثنين انت عارفهم زائد امبورتنس. تعالى كده نبدا بخطوه التصنيع والتكسير. بص كده معايا، هو الاسبارتيك الاول جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك ولا ميكس؟ السؤال الثاني جلوكوجينيك يا دكتور. بس الاسبارتيك يا دكتور كان رمزه عامل كده، اسمع مني بقى سي اتش ان اتش 2، ركز عشان انا مش هعيد لان الكلام ده كلام قديم. هو سي اتش 2 سي او او اتش 2 ده اسمه الاسبارتيك اسيد، مش ده امينو؟ ده الفا امينو ولا الفا كيتو؟ ايه؟ الفا امينو. عايز اكسره يبقى ادخل له الفا كيتو. مين الفا كيتو بتاعنا؟ الفا كيتو جلوتاريك اسيد. يقوم يخرج مين؟ جلوتام. ويفضل المركب عامل كده، ادي السي او اتش جروب وسحبت ال ان اتش 2 والاتش دي بتاع الفا كيتو. فاضل عندي مركب اللي اسمه الفا كيتو سي دبل بوند وسي اتش 2 وسي او اتش جروب. مين ده؟ مش ده يا جماعه الاوكسيلا سيتيت؟ مش الخطوه دي خدناها قبل كده؟ لما كنت بقول لك ازاي اصنع الاسبارتيك قلت يا دكتور هات الماده اللي اسمها الاوكسيلا سيتيت منين؟ منين؟ من الجريبس واعمل لها ترانس امينيشن وكون الاسبارتيك وخد الاسبارتيك تدخله فين؟ يوريا سايك اللينك ما بين اليوريا والجريبس سايك. فاهم؟ مش اتفقنا يا جماعه كان ريفرسبل؟ كان ريفرسبل. اسم الانزيم ايه بقى؟ هو ده مين؟ اسبارتين فسميته اسبارتيت ترانس امينيز. ده مين؟ اوكسيلا سيتيت. ده جلوتاميك او سوري ده الجلوتاميك وده الاوكسيلا سيتيت فسميته يعني ايه جوت؟ يعني جلوتاميت اوكسيلا سيتيت ترانس امينيز. مش خدنا الانزيم ده؟ اللي كان اخد تاني اسمه الالانين ترانس امينيز اللي كان اسمه الجبت. مظبوط ولا ايه؟ التفاعل ده ريفرس. يعني ايه يا دكتور؟ ده التصنيع وده التكسير. بص صنع لي كده اسبارتيك اسيد ماشي يا دكتور، هات الفا كيتو اسمه الاوكسيلا سيتيت مع جلوتاميك ترانس امينيز وجود البايلوكسيك فوسفيت كون الاسبارتيك اسيد. لا كسره كاتابوليزم، هات الاسبارتيك مع الفا كيتو جلوتاميك ترانس امينيز يديك الاوكسيلا سيتيت ويفضل لك مين؟ الجلوتاميك. صعبه دي؟ التفاعل ده خدناه قبل كده، التفاعل ده خدته السنه اللي فاتت والسنه دي خدناه اكتر من مره. تفاعل ريفرسبل اسمه الاسبارتيك ترانس امينيز او اسمه الكود. ودي اول كلمه. يبقى يا جماعه كده تصنيع وتكسير خلص، مش محتاجين نتكلم عليه تاني. فاضل مين؟ فاضل الامبورت. ايه اهميه الاسبارتيك اسيد؟ انت عارف حاجات كتير في العاميه، بس اسمعني كده. هو يا جماعه الجلوتاميك اسيد، الجلوتاميك لما كنت بديله مجموعه امين زياده كنت بسميه جلوتامين. طب الاسبارتيك لما بديله مجموعه امين زياده بسميه اسبارجين، صح؟ فبقول لي رقم واحد بصنع ماده اسمها الاسبارجين. رمز الاسبارجين هو يا جماعه بص لي كده، ده الاسبارتيك ان اتش 2 وسي اتش 2 سي او او اتش 2 دخلوا مجموعه اسمها ان اتش 3. اسم الانزيم ايه؟ هو الانزيم اللي كان بيصنع الجلوتامين كان اسمه ايه؟ جلوتامين ايه؟ مش سهل. عايز اكتب بسبب تقول ايه؟ جلوتامين ايه؟ كان اسمه جلوتامين سينتيز؟ لا كان اسمه جلوتامين سينتيتيز. النهارده اسمه الاسبرجين سينتيتيز انزيم. سينتيتيز بيحتاج ايه؟ يعني ادخل اي تي بي واخرج اي دي بي زائد فوسفيت. كلام فاضي اهو. وكون ماده اسمها الاسبرجين. ازاي بقى الاسبرجين يا جماعه؟ هو ال ان اتش 3 ديت قاعديه ولا حمضيه؟ قاعديه. عندي كام مجموعه حمضيه؟ اثنين. خلاص في الابتداء ولا ابتدأ؟ قلنا في مين؟ في البعيده عن مجموعه اسمها ان اتش 2. فالمركب اهو سي او اتش وسي اتش ماسكه في ان اتش 2 وسي اتش 2 والسي او او اتش اهي. عملت ايه؟ خدت او اتش من هنا واتش من هنا
ومسكت لين هيك شتون ناحية البوز اللي اسمها قلنا اي ان اتش 3 تمسك ببوند بسميها امايد بوند. عشان كده يا جماعه الاسبرجين والجلوتامين كاريزمون ايه؟ الاميدك امايد اسيد. اميدك امايد اسيد عندي حاجه اسمها الاسيدك امايد اسيد والاميدك امايد اسيد. الاسيدك هم الاسبارتك ومين؟ والجلوتامين. الاميدك الاسبرجين والجلوتامين. الناس معايا ولا صداعات؟ لو حبيت اكسر الاسبرجين كسروا انزيم اسمه ايه؟ لما كنت بكسر الجلوتامين بكسره بنزيم اسمه ايه؟ جلوتامينيز. يبقى انا صنعت بنزيم اسمه سنتيتيز وكسرت بنزيم اسمه الايز اسبرجينيز انزيم دخل ميه وخرج مركب اسمه الاسبارتيك اسيد. ماشي؟ كلام كله كلام قديم. انا رقم واحد بصنع اسبرجين. رقم اثنين يا جماعه بستخدمه في عمليات الترانس امينيشن. اشرح يعني ايه ترانس امينيشن؟ اقول لك انا بدخل حاجه اسمها الفا كيتو جلوتاليك والاسبارتيك وادي المجموعه الامينيه اللي احطها على جلوتاميك على الفا كيتو جلوتاليك اشرح اسبارتيك الفا امين والالفا كيتو الفا امين بدخل له اللي هو الفا كيتو جلوتاليك واطلع جلوتاميك وده يكون اوكزالو. ده ترانس امينيز يا جماعه. ده ترانس امينيشن مش ترانس امينيشن بس اكتبه في عمليه ترانس امينيشن. انا مليت لو انت ما كنتش مليت من الحاجات اللي دي ثلاثه واربعه وخمسه. احنا خدنا الاسبارتك من كام يوم كده صح؟ المذكره اللي فاتت. كان بيقول لي بجيب ماده اسمها CO2 وNH3 امونيا وثاني اكسيد الكربون بيتاخدوا مع بعض بكون ماده اسمها كربامويل فوسفيت. خد الكربامويل فوسفيت وديله فورنيسين بكون ماده اسمها سيترولين. هات السيترولين ودخل له اسبارتك اسيد وكون ماده اسمها ارجينين وسكسينين. كان فين الكلام ده؟ اكسره واديني ارجينين اكسره واديني يوريا سايكل. فانتوا كنتوا بتستخدموا في اليوريا سايكل مهم جدا عشان خاطر اليوريا سايكل. من غيره مش هعرف اشتغل مش هعرف اعمل يوريا. كنا خدنا يا جماعه زي ما تجيبوا من الكريبس عن طريق الاوكسالو اسيتيت ومش عارف ايه وترانس امينيشن والكلام ده. المعلومه المهمه النهارده حد فكرني كده يا جماعه لما كنا رسمنا زمان الشكل ده كده قلنا ده كده اسمه البيورينز صح؟ كنا رقمناه ازاي يا جماعه؟ فين النيتروجين بتاعي؟ دي نيتروجينا 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 نيتروجين. نرقم كده مع بعض. دي واحد ولا دي واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أولا كانت إن واحد بتيجي منين؟ بالأسبارتيك أسيد بتاعنا النهارده أهو قال لي في البيورين وصلنا حاجة اسمها إن واحد. كمل كده اثنين وكمل ثمانية. الرقم الفردي كانت الزاوية بيجي منين؟ وكان بيجي منين تتراديو فريد؟ من السيرين من السيرين. ثلاثة وكام؟ وتسعة بيجوا منين؟ جلوتا جلوتامين جلوتامين جلوتامين. بعد كده قلنا أربعة وخمسة وكام؟ بيجوا منين؟ الجلايسين. وستة في الكلام ده؟ ماشي. مين عكس البيورين؟ بايرميدين. البايرميدين يا جماعة رينج دي بس خدت الرينج الثلاثية دي مش كان في نيتروجين أهي؟ نيتروجين أهي موجودين في نفس مكانها أهي وأهي. لما اجي ارقم يا جماعه هو انا رقمت هنا كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ انتي كلوك وايز. هنا برقم كلوك وايز بس ابدا ترقيمي من هنا. ده واحد. هنا بدات واحد فين؟ فوق. واللي بص واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. بص لي بقى كده وركز اللي انا هعمله. هو الاسبارتك كان بيديني هنا فين؟ واحد صح؟ اهو الاسبارتك بيديني ان واحد مش بس ان واحد. بص كده ان واحد وكربون أربعة وخمسة وستة. يعني النص ده كله بيجي منين؟ بيجي من الأسبارت. فاضل إيه؟ فاضل إيه؟ فاضل حاجتين. دي كربون ولا نيتروجين؟ ودي نيتروجين. إن ثلاثة اللي بتيجي منين هنا؟ الجلوتامين. أهي إن ثلاثة برضه بتيجي من الجلوتامين. فاضل مين؟ كربون رقم اتنين. قال لي دي بتيجي بقى من السي أو 2. تاني كده يا جماعة، تاني قلنا النص ده كله بيجي من الأسبارت. النيتروجين واحد بيجي من اسبارتك وتاني بيجي من الجلوتامين. جبت الاسبارتك يبقى ده من الجلوتامين وده بيجي من السيوتو. كل الاثنين دول قصاد بعض الاثنين حتى لو كنت كتبت دي قبل كده. اكتب الاثنين قصاد بعض بسرعه. دي واحده بالظبط 60 ثانيه. Thank you.
10 سنة. هنا ورقة. اسبارتك في حاله البيورين، حاله خلاص حاله البيورين. صنع لي ان كام البيورين؟ ان واحد بيورين. في حاله البايريميدين صنع لي كام برضو؟ ان واحد. وبعدين كربونه كربونه كام؟ اربعه وخمسه وسته. رقم سته ودي اخر حاجه. هو الاسبارتك ده كان اسيدك ولا بيزك ولا ايه؟ هي كان اسيدك صح؟ كان في كام مجموعه اسمها سي اتش جروب؟ في مجموعتين سي اتش جروب. قال لي طب ما تشيل واحده منهم، يعني اعمل دي دي كاربوكسيليشن. قال لي دي كاربوكسيليشن بتاع الاسبارتكس وال ام سي كيو هيديني ماده اسمها البيتا الانين. مش انا هجيلك في الام سي كيو. بص لي بقى كده، بص لي، احنا خدنا الحصه اللي فاتت يا جماعه ماده اسمها الكواش. كملي بصنع الكواش. مين اللي خدنا السيوبس؟ ادخل في تصنيع الكواش. اللي خدنا ثلاثه مش مين؟ سيستاين. سيستاين ازاي؟ قال لي عن طريق حاجه اسمها السايو ايثانولامين كان بيصنع لي كواش. النهارده بقى بقول لك ان كمان البيتا الانين بيصنع لي ماده اسمها الكواش. هيجي لك في الام سي كيو. المسؤول عن تصنيع الكواش حاجتين، الاولى سيستاين والثانيه هو الاسبارتيك اسيد، لان لما اجي اعمل له دي كاربوكسيليشن بيديني البيتا الانين. حد يقول يا دكتور ازاي؟ ده الكواش ده كان فيتامين بي 5 مش كده؟ الكواش ده كان فيتامين بي 5. طيب البي 5 بيتكون من ايه؟ قالي بيتكون من حاجه اسمها البانتوثيريك اسيد وماسك معاه حاجه اسمها البيتا الانين. خلاص؟ المهم الاسبارتيك اسيد بيديني بيتا الانين بيدخل في تصنيع الكواش، والسيستاين بيدخل في تصنيع الكواش. مكتوب عندك كلمه اسمها كواش، طلع منها سهمين واكتب سيستاين، والسهم الثاني اكتب اسبارتيك اسيد. سؤال ام سي كيو هيجي كده يا جماعه. خلصنا مركب اسمه اسبارتيك اسيد. يبقى الاسبارتيك، ملخص كلام الاسبارتيك، تصنيع وتكسير قديم. امبورتنس الرينج اللي اسمها البيورين والبايريميدين، ان واحد في البيورين وان واحد واربعه وخمسه وسته في البايريميدين. اهم من كل ده لما اعمله دي كاربوكسيليشن، لما اعمله دي كاربوكسيليشن بيديني ماده اسمها جلوتاميك اسيد. جلوتاميك ده اسيدك ولا مش اسيدك؟ جلوتامين ده اسيدك امينو اسيد. اول كلمه يا جماعه هو اسينشال، يبقى لازم اصنعه. هو جلوكوجينيك، جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ جلوكوجينيك. يا دكتور هو الاسبارتيك لما كنت بكسره كان بيديني اوكسال اسيتيت، اوكسال اسيتيت واحد صنع منه جلوكوز، اوكسال اسيتيت. ده اساسي. ده لما تكلم بقول لك اعمل حاجتك مركب كده، اقول لك صنع منه جلوكوز، هات حاجه من الاثنين، يا اما تجيب ماده اسمها البيروليك اسيد، يا اما تجيب اوكسال اسيتيت. طب انا هقول اي حاجه من الكبس، انا دلوقتي معايا اوكسيلا اسيد خلاص. طب الجلوتاميك اسيد ازاي يا جماعه؟ الجلوتاميك يكون ازاي؟ الجلوتاميك بيبقى جلوكوجينيك. هات الجلوتاميك كده اهو يا دكتور. الجلوتاميك فاكرين يا جماعه الانزيم اللي كان اسمه جلوتاميت دي هيدروجينيز؟ فاكرين لما كنت بجيب اي امينو اسيد وادخل له الالفا ايه؟ كيتو جلوتاين، فيطلع ده صوره الفا كيتو اسيد ويكون لي ماده اسمها جلوتاميك. اعمل ايه في الجلوتاميك عشان اخد منه مجموعه الامين ومجموعه الامونيا؟ خد الجلوتاميك عن طريق انزيم اسمه جلوتاميت دي هيدروجينيز. اللي كان يا جماعه عليه كلام كتير، كان اول مره بيحصل فين؟
الميتوكوندريا وكان بيدخل ناد او ناد بي طلع ناد بي اتش بلس اتش او ناد اتش بلس اتش وكان ماده اسمها الفا كيتوين الفا كيتوجلوتين. بص بقى النهارده يا جماعه بيقول لي كلام كتير. اول كلمه بيقول لي خلي بالك خلي بالك ان الانزيم ده انا بيدروتيك رياكشن انا بيدروتيك ده من زمان قوي انا بيدروتيك دي لما كنا كمان لما كنا يا جماعه زمان في الكريبس بيقول في كلمتين حاجه اسمها امفيبوليك. يعني ايه امفيبوليك؟ حاجتين عكس بعض ببني وبكسر. انا بيدروتيك يعني ايه بالعربي؟ يعني تعويض. لما كنا بنقول في عندي حاجه اسمها البايروفيت بارتيشن عندي بايروفيك البايروفيك ده كان بيديني حاجه من اتنين كان الطبيعي يديني مين؟ ستايكو. ايه؟ لو ما كانش عندي اوكسالو اسيتيت ومحتاج الاوكسالو اسيتيشن بتاع الكريبس دي ما كانتش موجوده قال لي خلاص صنعها من البايروفيك عن طريق زيوس البايروفيت كربوكسيل فسميت ده بايروفيت بارتيشن وسميت التفاعل ده. هو الطبيعي ده اللي يحصل؟ لا الطبيعي ده يكون ليه؟ اسيتايكو ايه؟ كسر وطلع منه طاقه. دلوقتي عملت ايه؟ عوضت الحاجه اللي ناقصه اللي هو الاوكسالو اسيتيت. طب يا دكتور هو ده انا بيروتيك ازاي؟ هو ده ممكن يعوض حاجه في الكريبس؟ ممكن يعوض حاجه في الكريبس؟ هو مين ده؟ الفا كيتو جلوتاريت ده موجود في الكريبس ولا لا؟ انا لو انت عندك نقص الالفا كيتو جلوتاريت بتاع الكريبس ساعتها كون الفا كيتو جلوتاريت عن طريق التفاعل. دي مشكله؟ النهارده يا جماعه بيقول لي ان التفاعل ده ريفرسابل. ايه؟ ريفرسابل يعني اصنع ولا اكسر يا جماعه؟ اصنع ولا اكسر؟ صنع جلوتاميت ولا كسر الجلوتاميت؟ اثنين سينسز والكتابوليزم هو نفس التفاعل. اهو معاك جلوتاميت عايز تكسره جلوتاميت دي هيدروجينيز التفاعل القديم بتاعنا. طب معاك الفا كيتو جلوتاميت وعايز تصنعه دخله امول وعن طريق الانزيم اسمه جلوتاميت دي هيدروجينيز رجع التفاعل كده وصلنا حاجه اسمها الجلوتاميت. يا دكتور استنى اقول الكلمه دي مره واحده. على فكره يا جماعه هو مش التفاعل بيستخدم ناد او ناد بي. لا هو على حسب اتجاه السهم بتاعه هو ماشي كده ولا ماشي كده. لو كنت بكسر لو انا بكسر استخدم ناد ولا ناد بي؟ لو بكسر مش فكره ناد اتش ولا ناد بلس. لا بستخدم الناد ولا ناد بي وانا بكسر. زمان زمان قلنا ايه الفرق بين الناد والناد بي؟ قلنا الناد بي بستخدمه في عمليات الناد بي السينثيتك رياكشن. يعني ايه سينثيتك رياكشن؟ في عمليات التصنيع. يعني لو انا ماشي كده الفا كيتو جلوتاريت وعايز اكون الجلوتاميك اسيد هدخل حاجه اسمها الناد بي اتش بلس اتش واطلع ماده اسمها الناد بي بلس. لو انا ماشي كده يعني بكسر هدخل مين؟ الناد بلس واخرج ناد اتش بلس اتش. اللي مش فاهم يا جماعه اللي مش فاهم هي كلمه الناد بي بستخدمه في عمليات التصنيع. فاكر يا جماعه الاتش اي في شنط لما كتبوا لي وظيفتها ايه؟ بصنع ناد بي اتش بلس اتش. كانت ايه وظيفته؟ كان ست حاجات بصنع فاتي اسيد وصلنا على كوليسترول مش عارف تعمل لي ريدكشن للجلوتاثيون وريدكشن لحاجه اسمها الريدوبسين سايكل وبعض الانزيمات اللي اسمها الهيدروكسيليز والانزيمات اللي اسمها الريزابتيز. المهم كل ده يا جماعه الناد بي اتش بلس اتش بستخدمه في عمليات التصنيع. لما صنعت فاتي اسيد كان في ناد بي اتش بلس اتش. لما صنعت كوليسترول كان في ناد بي اتش بلس اتش. عارف ليه؟ وانا لو بكسر دلوقتي وطلعت ماده اسمها الناد بي اتش بلس اتش اوديها فين؟ هو انت بتكسر ليه؟ عشان اطلع طاقه؟ هو ناد بي اتش بلس اتش بتكسر وطلع من طاقه؟ لا ده استخدمني في حاجات تكسير. انا بكسر يبقى اكون ناد اتش بلس اتش ده يدخل الميتوكوندريا يديك 3 اي تي بي. لكن ناد بي اتش بلس اتش طب كسر كده واستخدم الناد بي تخيل الميتوكوندريا مش هتكسر اصلا. ماشي يبقى الفكره يا جماعه ليه بستخدم ناد؟ ليه بستخدم ناد بي؟ الناد بي ما ينفعش في عمليات التكسير لانه ما بيتكسرش وما بيديليش طاقه. لكن الناد بكون ناد اتش بلس اتش يدخل الميتوكوندريا يتكسر ويديني 3 اي تي بي. صعبه دي؟ حد عنده يا جماعه طريقه ثانيه يصنع بيها الجلوتاميك اسيد؟ محدش عنده طريقه؟ انا اقول لك طريقه كده يمكن تحس ان في حاجه غلط. بص كده بجيب اي امينو اسيد وادخل عليه مركب اسمه الفا ايه؟ كيتو جلوتاريت فيديني جلوتاميك ويطلع الفا كيتو اسيد مش صنعته؟ حد عنده طريقه ثانيه للتكسير غير الجلوتامين دي هيدروجينيز؟ ما هي يا دكتور هاتي الجلوتاميك والفا كيتو اسيد بالترانس امينيز وكون الالفا كيتو جلوتاريت. جديدة دي ولا اللي فاتت جديدة؟ يبقى يا جماعة الاسبارتيك اسيد تصنيع وتكسير قديم، جلوتاميك اسيد تصنيع وتكسير برضه قديم. بص بقى الكلمة دي. ركز الكلمة دي كده. بقول لك دكتور بص أي أمينو أسيد أهو أدخله مين؟ ألفا كيتو جلوتاميك يتحدوا مع بعض فده يتحول لألفا كيتو ده يديني جلوتاميك. مجموعة الأمونيا اللي كانت موجودة هنا طلعت؟ طلعت؟ لا
ماليه فين دلوقتي؟ جوه الجلوتاميك. عشان اطلعها بعمل ايه؟ بجيب الجلوتاميك بنزيلس وجلوتاميك دي هيدروجينيز واطلع مين؟ ال ام اتش 3 مكون ايه؟ الالفا كيتو، الفا كيتو جلوتاميك. خدنا التفاعل ده قبل كده، كنا بنقول زمان يا جماعه، كنا بنقول زمان ان انا بطلع الامونيا، الامونيا عن طريق انزيم اسمه ايه؟ الجلوتاميت دي هيدروجينيز، او ان الجلوتاميك اسيد ده كان عباره عن الامونيا بتاعت الامينو اسيد، بس الطريق غير ايه؟ غير مباشر. ليه؟ كان يقول لي بص الامينو اسيد اهو كان في مجموعه ان اتش 2 كان المفروض اكسرها واطلع ان اتش 3 بس هي ما طلعتش هنا. انا خدتها اديتها للجلوتاميك والجلوتاميك بعد كده طلعها لي هنا. النهارده بيقول لي ان الجلوتاميت دي هيدروجينيز وعباره عن جيت واي. يعني ايه كلمه جيت واي؟ البواب. هو عباره عن البواب ما بين حاجتين، ما بين الفري امونيا الامونيا اللي طلعت لوحدها وبين مجموعه الامين اللي كانت ماسكه جوه الامينو اسيد. يعني يا دكتور يعني بص انت دلوقتي عندك امينو اسيد جوه مجموعه امين، اعرف اخرجها في صوره امونيا من غير ده؟ من غير ما اعدي هنا؟ لا طبعا، لان هي موجوده اهي. طلعها كده، طلعها ازاي؟ لازم اعمل ترانس امينيشن واكون الجلوتاميك، والجلوتاميك هو اللي هيطلع الامونيا. فهو عباره عن الجيت واي البوابه ما بين الامينو جروب بتاعت الامينو اسيد والفري امونيا. دي مش فاهم يا جماعه الكلمه دي. يبقى التصليح والتكسير كلام ده ايه الامبورتنس؟ انا عندي يا جماعه سبعه الامبورتنس، ركز فيهم كده عشان نمشي. بصوا معايا هنا، بصوا معايا. قال لي يا دكتور اول حاجه هتتم بحرف الجي. قلنا قبل كده زمان كان في حاجه اسمها ترايبيبتايد. ترايبيبتايد اهو جلوتاميك ماسك مع السيستين ماسك مع جلايسين. كان اسمه ايه ده؟ كان اسمه جلوتاسيون. اهو اول حاجه في حرف الجي وصلنا لماده اسمها جلوتاسيون. جبنا سيرته في الجلايسين وجبنا سيرته في السيستين والنهارده اخر مره في الجلوتاميك. هنشوفه ثاني؟ لا كده خلاص. رقم اثنين قال لي بصلنا حاجه اسمها الجلوتامين سينثيتيز اند جلوتامينيز سيستم. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ده المذكره اللي فاتت كان فيها يا جماعه حصه لوحدها كده يوم الامتحان. في حاجه موضوع اسمه جلوتامين سينثيتيز اند جلوتامينيز سيستم. فاكرين لما كان عندي امونيا كتير موجوده في جسمي وعايز اتخلص منها كنت بعمل ايه؟ فاكرين الكلمه اللي كان اسمها الفيري؟ يعني ايه فيري؟ ده عباره لما كنت بقول يا جماعه الناس مش بتتكلم. بجيب الجلوتاميك اسف عايز احوله لماده اسمها ايه؟ الجلوتامين. يبقى اسم الانزيم جلوتامين سينثيتيز انزيم، وطبعا بدخل اي تي بي وبخرج اي دي بي زائد فوسفيت يبقى ده اسمه سينثيتيز، وبدخل امونيا. كان بيقول لي زمان يا جماعه لما يكون عندك امونيا كتير خد الامونيا حطها على الجلوتاميك وكون جلوتامين. الجلوتامين يمشي فين؟ في الدم ويروح يا اما للليفر يا اما للكلى. في الليفر يطلع الامونيا ودخلها اليوريا سايكل وتدخل في صوره يوريا، يا اما تروح للكبد وفي الكبد يطلع الامونيا وانزلها دايركت في اليوريا. فاكرين الجلوتامين والجلوتامينيز لما كان بيقول لي كمان الاورجن الثالث كانوا ثلاثه اورجن، ليفر يطلع في صوره يوريا، كبد في صوره امونيا، والبرين. لما كان بيقول لي لو كان عندك ان اتش 3 ده في البرين مشيها في الدم في صوره جلوتامين. مش هطول فيه يا جماعه لانه اتكلمنا عليه في حصه لوحده. السيستم ده لو جالك في امتحان اسمه جلوتاميك هتكتب السيستم بالتفصيل من هناك مش من هنا، مش كده. حد ممكن يفسر لي الجمله دي يا جماعه؟ يعني ايه نيكاير؟ يعني ايه نيتروجين كاير؟ يعني ايه جلوتاميك اذا نيتروجين كاير؟ هو يا جماعه مش كنا سميناها قبل كده العباره؟ العباره بتاعت ايه؟ بتاعت الامونيا. لما كنت بجيب اي مركب اسمه الالفا امين ودخل عليه مركب اسمه الالفا كيت وجاب مركب اسمه جلوتاميك، خدت ايه من المركب ده؟ مجموعة اسمها الأمين اللي هو الـ NH2، يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نيتروجين كامل. مش صعبة الكلمة دي؟ الكلمة اللي بعديها يا جماعة بيقول لي في مادة اسمها الـ N أسيتايل جلوتاميت. حد يفسر لي بقى إيه الـ N أسيتايل جلوتاميت دي؟ وظيفتها إيه؟ طب اللي بيتكلموا اتنين باين خدت وش؟ N أسيتايل جلوتاميت؟ هنا استاذ جلوتاميت يا جماعه كانت بتعمل ستيميليشن
الانزيم اللي اسمه كربون فوسفين سنتيديز. رقم خمسة حاجتين عكس بعض، اللي بيتكلم بقى يسكت، اللي بيتكلم يسكت، ما دام مش عارف ومش مذاكر اسكت. بيقول يا دكتور في ماده اسمها الجلوتاميك اسيد، رمزه عامل كده سي اتش ماسك بين اتش 2 وسي اتش 2 وسي اتش 2 وسي او او اتش 2، ده جلوتاميك اسيد. اعمل له كده دي كربوكسيليشن. يا دكتور دي كربوكسيليشن كنت بشيل مجموعه اسمها السي او 2 مجموعه السي اتش جروب، اشيل دي ولا اشيل دي؟ قال لي الانزيم اسمه الالفا دي كربوكسيليز. يعني شيل من الكربون مين؟ الفا. اهو يا دكتور شلت من الالفا، ايه اللي فاضل؟ مركب اهو في كام كربون ده؟ 1 2 3 4 فسميته بيوتاليك اسيد. في مجموعه امين، الكربون امين قال دي كربوكسيليك فدي اسمها الفا، ودي بيتا ودي اسمها الجاما فسميته الجاما امينو بيوتاليك اسيد، اللي هي ماده اسمها الجاما. كانت ايه وظيفه الجاما؟ عباره عن نيورو ترانسميتر انهبيتور. هو دي كربوكسيليز احط ايه عكسها؟ من غير ما افكر هو انت شاطر ايه؟ بروتين بايريدوكسال فوسفين اللي هو فيتامين بي كام؟ ففي سؤال بيقول لي لو انا ما عنديش فيتامين بي 6 لو ده مش موجود هكون الجبا؟ لا مفيش جبا يبقى عندي كونفالجن. يعني ايه كونفالجن؟ شنوجات. ما هو ده كان نيورو ترانسميتر انهبيتور، مفيش انهبيشن للترانسميشن، يعني في كونتراكشن ورا بعض مش كونتراكشن ريلاكسيشن، كونتراكشن بس يبقى ده كونفالجن. عكس كلمه نيورو ترانسميتر انهبيتور ايه؟ نيورو ترانسميتر ستيميوليتور. يا دكتور الجلوتاميك نيورو ترانسميتر ستيميوليتور وانهبيتور؟ اه. ازاي؟ الجلوتاميك شخصيا كجلوتاميك ده ستيميوليتور، لما كسره واجيب منه الجابا دي فالجلوتاميك لوحده بيعمل ستيميوليشن، ولما طلع منه الجابا بيعمل انهبيشن. دي مش فاهم الكلمه دي. جابا جابا نيورو ترانسميتر انهبيتور دي منين؟ من الجلوتاميك بيدي كربوكسيليشن. ما تعملش دي كربوكسيليشن، خد الجلوتاميك نفسه، خدت الجلوتاميك نفسه ده بيعمل ستيميوليشن. يبقى الجلوتاميك كجلوتاميك بيعمل ستيميوليشن، لكن لما اكسره واجيب منه الجابا انا بعمل انهبيشن. اخر حاجه خالص يا جماعه كلمه ومن غير تفسير، قال لي بصنع بعض الامينو اسيد زي مين يا دكتور؟ قال لي بصنع امينو اسيد اسمه الاورنيسين، اورنيسين وحاجه اسمها البرولين. برولين البي والاو، برولين واورنيسين. المفروض يا جماعه ان تصنيع البرولين والاورنيسين ده اصلا تصنيع وموضوع، بس الدكتور تقريبا نسي في الكتاب الحمد لله مش موجود، لان هو بيقول لك سي بي 4. سي بي 4 ازاي صنعت المركبين دول؟ سي بي 4 فين بقى؟ يبقى كده يا جماعه معايا هنا، معايا هنا. بصوا لي بقى، خدنا في اول حصه جلايسين والسيرين دول اثنين، ثاني حصه ثلاثه اسمهم السلفر كونتين انسولين سيستين وسيستين، واخر انسولين كان اسمه السيرينين. خدنا دلوقتي برانشنج ودول ثلاثه ليوسين واجر يوسين وفالين. دلوقتي خدنا الاسيديك اللي هم اثنين بقوا 11 هم اسيديك وجلوتامين. اخواتهم اللي هم مين؟ الاميدك كانوا مين ومين؟ اسبرجين وجلوتامين. بقى معايا كام دلوقتي؟ 13. هتكلم على مين بقى؟ مجموعه اسمها البيزك امينو اسيد. يعني ايه بيزك؟ البيزك كام واحد يا جماعه؟ البيزك ثلاثه. هما مين الثلاثه يا دكتور؟ حد يفكرها كده يا جماعه؟ كان الاول معلش هيجيب الهيستيدين اللايسين والارجينين. خلاص؟ دول كام واحد؟ ثلاثه، يبقى احنا كده 16 ان شاء الله. نبدا بالهيستيدين. السؤال بتاعنا بتاع كل مره. اسينشال ونون اسينشال. اسينشال ونون اسينشال. يا دكتور بص الجمله كانت بتقول ايه؟ I left home to make visit through Argentina and Philippines and London. دول كام جمله؟ كام حرف يا جماعه؟ دول خمسه، واللي تحت دول خمسه. بيقول يا دكتور، بيقول يا دكتور بص الاثنين اللي في النص دول بسميهم سيمي اسينشال. الاثنين اللي في النص، اللي في النص هم نص ونص، اللي هو الهستيدين ومين؟ الهستيدين والارجينين ار سيمي اسينشال. يعني ايه سيمي اسينشال؟ السنة اللي فاتت يا جماعة كان بيقول لي ايه؟ بيقول لي دلوقتي يا جماعة أنا كأدلت، أنا كأدلت عندي جروس زي جروس اللي عند الطفل الصغير، يعني النمو بتاع زي النمو بتاع طفل صغير؟ لا طبعا. يعني أنا كأدلت بحتاج الكمية اللي بيحتاجها الطفل الصغير عشان ينمو؟ لا. طب أنا دلوقتي بتكلم على مركب اسمه الهستيدين، هفترض معاك
ان انا كعدد محتاج 50 امينو اسيد في اليوم بس هو ما يستفيدش. الطفل الصغير محتاج 200. حلو كده. انا جسمي يا جماعه بيصنع هيستيدين. جسمي بيصنع هيستيدين. بيصنع كام في اليوم؟ قال لي جسمي بيصنع 50. طب كعدد انا هحتاج اكل هيستيدين من بره؟ لا. ليه؟ جسمي صنعه. يبقى انا كده اسينشال؟ لا انا مش اسينشال. طب بالنسبه للطفل الصغير انا صنعت كام؟ 50. بس انا عايز كام؟ 200. يبقى محتاج كام من بره؟ 150. يبقى كده بالنسبه للطفل الصغير ال 50 دول كفايه؟ لا، فسميته اسينشال. فهو اسينشال بالنسبه للاطفال ونون اسينشال بالنسبه للكبار، فسميته سيمي اسينشال. طب يا جماعه ليه ما سميتوش كونديشنال اسينشال؟ يعني ايه كونديشنال؟ يعني صنع من حاجه ثانيه اسمها اسينشال. هو انا صنعت من حاجه ثانيه اسمها اسينشال؟ لا. يبقى اذا يا جماعه اذا الاثنين اللي في النص دول بيكونوا اسينشال في مين؟ في التشيلد، لكن نون اسينشال بالنسبه لي قاعده، فسميتهم سيمي اسينشال. هي كلمه اسمها سيمي اسينشال وخلاص. مين هما؟ الاثنين اللي في النص في الجمله دي، مش دعوه كلمه فايتال لينف في الجمله دي، الاثنين اللي في النص اسمهم سيمي اسينشال. يعني يا دكتور هنصنعه؟ هنصنعه يا جماعه؟ هنعتبره اسينشال ومش هنصنعه. نكسره؟ اه. قبل ما نكسره ايه الامبورتنس بتاعت الهيستيدين؟ بيديني ماده يا جماعه من اسمه هيستيدين، شيل منه السي او 2 كون ماده اسمها الهيستا. طب يا جماعه السنه اللي فاتت كنا بنقول لما اجي اعمل ديكاربوكسيشن لبعض الامينو اسيد كنت بعمل ايه؟ مثلا التيروزين كنت باجي اخد منه يا جماعه اول مقطع كده واحط له كلمه امين، فكان يقول لي تيرامين، التريبتوفان، تريبتامين، الهيستيدين، هيستامين. فاكرين الكلام ده؟ مش فاكرين. المهم بيقول يا دكتور لما اجي اعمل له ديكاربوكسيليشن بكون ماده اسمها الهيستامين. يبقى لو عملت ديكاربوكسيليشن لاسبارتك اداني ايه؟ من شويه اسبارتك ديكاربوكسيليشن اداني ماده اسمها بيتا الانين، صنعت منها السيستامين. الجلوتاميك لما شلت منه سي او 2 صنعت ماده اسمها الجاب. دلوقتي لما عملت ديكاربوكسيليشن صنعت ماده اسمها الهيستامين. الهيستامين يا جماعه وظيفته ايه؟ بازو تايليتو، وبيزود حاجه اسمها الكابيلاري بيرميابيلتي، والدكتور بيقول ان هو عباره عن نيورو ترانسميتر. دي وظيفه الهستامين. تاني مفيش حد قاعد مش عارف ان هو باظ ده ليه؟ كان بيعمل هايبوتنشن وبيزود الكابيلاري بيرميابيلتي، وزود بقى النهارده ان هو عباره عن نيورو ترانسميتر. انا عمري يا جماعه في حياتي ما شفت حد بيتقال له المعلومه اربع خمس مرات في حصه وهو لسه قاعد ما عداش عليه 10 دقايق. ما شفتش فعلا. مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر حاجه دي، عشان انت اصلا مش حاطط في دماغك ان انت عايز تاخد كلمه وتدخلها جوه دماغك، انت بتاخد الكلام فهمته وترميه، لما ارجع بيت ربنا يفرجك. ده اللي انت بتعمله، وعشان كده مفيش معلومه بتسمع. فعلا ده اللي انت بتعمله. انت قاعد ما بتبذلش مجهود. عمر المعلومه هتدخل بمزاجك كده، يعني انت قافل دماغك، هتفهم ماشي بس مش هتحفظ حاجه. وترجع البيت تحفظ الكلام من اوله، وهتحفظه وهتنساه. دي مشكلتي، مش عارف ليه. المهم حد يقول يا جماعه الاستديو كنت بكسره بنزيم اسمه ايه؟ معايا هنا عثمان كنت بكسره بنزيم اسمه ايه؟ قال لي بنزيم اسمه الاستديز انزايم، فاكرين السبيشالات؟ الاستديز. قال لي الاستديز بطلع مجموعه اسمها امونيا، وطلع مركب اسمه ايه بقى؟ اليورو كانيك اسيد. لو حبيت اكسر اليورو كانيك يبقى اسم الانزيم ايه؟ يورو كانيز انزايم. اسمعني بقى كده، حد كده يفتكر معلش الهيستيدين الجوارنج ومميزه اسمها ايه؟ اسمها ايميدازول. اي لما كسرت الهيستيدين اداني اليوروكانيك اسيد، لما كسرت اليوروكانيك اسيد ركز في الاسم اللي جاي ده، اداني ماده اسمها اربعه ايميدازول. يعني ايميدازول دي الرنج اللي كانت موجوده جوه مين؟ الهيستيدين. بس مركب اسمه الايميدازولون، ايميدازولون 5 بروبيوليك. يعني ايه بروبيوليك؟ بروبيوليك اسيد. طبعا يا جماعه 4 و5 دي اسماء الكربونات، يعني هو بيطلع لي رينج عامله كده اهي، مش عايز ارسم استكشارات. هنا كده كربونه ثلاثه، في مجموعه اسمها البروبيوليك، يعني عباره عن مركب فيه ثلاث كربونات، وسميته 4 ايميدازول 5 بروبيوليك اسيد. بغض النظر بقى على شكله عامل ازاي. المهم ده انا مش عايزه في حاجه، بس تقولوا لي يا جماعه ان المركب ده هيديني حاجه انا عايزها ما كنتش كتبتها. حد يقول لي اسم الانزيم اللي كسر بيه المركب ده؟ لما كان ده اسمه اليوروكاريك انا قلت له اسمه اليوروكاريك.
لما ده اسمه 4 إيمي دازولون 5 بروبيونيك. بصي وده الكسر اسمها إيمي دازولون بروبيونيز إنزايم. يديني بقى مادة اسمها الإيه؟ قال لي مادة اسمها الفيكلو. افتكر بقى كده معايا فيكلو فيسيولوجي السنة اللي فاتت. إيه الفيكلو طبعا؟ قال لي يا دكتور بص طبعا جي اللي هو يعني جلو يعني جلوتاميك أسيد. ده جلوتاميك أسيد يا جماعة هرسمه لك اهو. بصي سي او اتش جروب سي اتش ماسكه فين اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 وسي او اتش جروب. ده جلوتاميك اسيد. في حاجه بس انا رسمته على بعضه كده ترسمه الطول اسمه بالعرض دلوقتي. يعني ايه بقى كلمه اف اي؟ فده جلوتاميك. ايه الاف اي؟ قال لي كلمه يا جماعه اسمها الفورم فورم امينو. ايه بقى الفورم امينو دي ان شاء الله؟ السنه اللي فاتت يا جماعه معلش معلش كان بيقول لي في الفوليك اسيد. الفوليك اسيد انت وظيفته الفوليك اسيد ده بارير للوان كربون. اي حاجه اي مركب فيه كربونه واحده اللي بيشيل الفوليك اسيد. طب كان زي مين؟ كان بيقول لي مثلا السي اتش 3 دي مش دي وان كربون يونت؟ اه بيشيل الفوليك اسيد. السي اتش 2 او اتش مش دي وان كربون يونت؟ هيدروكسي ميثايل. او مين دي يا جماعه؟ ميثايل اي. ودي مش هتتكلم كان اسمها الميثينايل. وبعدين كان في ماده عامله كده اسمها فورمايل. والكلمه الاخيره بص اهي سي اتش ماسكه بدبل بوند مع ان اتش. دي وان كربون ولا مش وان كربون؟ فيها كربونتين هي واحده. وسميت دي الفورم امين. يعني يا دكتور المجموعه دي بغض النظر عن شكلها هتمسك مع الجلوتاميك كده. وسميتها يا جماعه في ناس بتقول اسمه ان فيجلو. يعني ايه ان فيجلو؟ يعني ان عن طريق نيتروجينه مسك مجموعه اسمها الفورم امين اسمه فيجلو خالص. يعني فورم يمينه جلوتاميك اسيد. حد ممكن يجيب لي ان الفورم يمينه ده جلوتاميك؟ ايوه يا دكتور اعمل ايه؟ طلع منه الفورم يمين. طب هسال سؤال لما تطلع الفورم يمين تمشي ازاي؟ تمشي في الدم؟ تمشي لوحدها؟ ولازم حد يشيلها؟ مين اللي هيشيلها؟ فوليك اسيد. يعني يا دكتور من الاخر كده هدخل مركب اسمه ايه؟ التتر هايدرو فوليت ويخرج حاجه اسمها الفورم يمينه تترا هايدرو فوليت. يعني خدت مين من هنا؟ خدت الـ FI اللي هو الفورم الجيني. فاضل ايه بقى؟ فاضل لك مين؟ فاضل لك الجلوتاميك. الجلوتاميك تعرف تجيب من الجلوتاميك ده جلوكوز؟ اه يا دكتور هات منه الفا كيتو جلوتاميك ومنه هات الجلوكوز. السؤال بيقول السيدين جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك؟ هو مش كيتوجينيك وما هوش ميكس هو جلوكوجينيك. طب ازاي؟ اصل انا بجيب منه جلوتاميك اسيد وهي دي الكلمه يا جماعه اللي انتوا بتنسوها. لحد دلوقتي كام مركب اداني الفا كيتو جلوتامين؟ الجلوتامين لما كسره اديني ايه؟ الفا كيتو. الجلوتامين لما كسره اديني جلوتامين وبعد كده الفا كيتو جلوتامين. التالت النهارده اهو مين؟ الهيستيدين لما كسره هيديني برده. اسمع مني تاني كده الكلام اللي هقوله ركز معايا بقى ركز معايا عشان نمشي. بولي هيستيدين كسرته بنزيم اسمه هيستيديز قام اداني حاجه اسمها يوروكان. خدت اليوروكان بنزيم اسمه يوروكانيز كسرته فاديني مادة اسمها الايميدازولون 5 بروبيونيك اسيد. كسرته بالايميدازولون بروبيونيز انزايم فاديني مادة اسمها ايه؟ فيجلو. ايه الفيجلو؟ ده جلوتاميك اسيد ومعاه فورمينين. اسحب منه الفورمينين على مين؟ على التترا هيدروكوليت وكون الجلوتاميك اسيد. اسمعني بقى وركز في الكلمة دي اللي انت خدتها في الفيسيولوجي السنة اللي فاتت وهديها في الام سي كيو. لو انا ما عنديش فوليك اسيد هعرف احول الفيجلو لجلوتاميك؟ لا. طب معلش هقول الجلوتاميك هينزل الفيجلو زي ما هو في اليورين. ليه؟ انا مش عارف اكسره مش عارف اكون منه الجلوتاميك. كان في سؤال يا جماعه بيقول السنه اللي فاتت الفوليك اسيد ديفيشنسي في الانيميا الانيميا بتاع الفوليك اسيد كان يقول لك ازاي اعرف ان هو عنده فوليك اسيد ديفيشنسي؟ بص على اليورين تلاقي ماده اسمها الفيجلو. سؤال ام سي كيو في البايو بيقول فيجلو ان يورين مينز فيجلو ان يورين مينز مثلا لقيت فيجلو في اليورين يبقى انا عندي نقص فيتامين بي 12 فيتامين بي 6 فوليك اي حاجه ثانيه؟ لا طبعا نقص مين؟ الفوليك. جماعه فورم مينو دي بتاعت الفيجرو بحطها على التترا هيدروفوليك. ازاي؟ جيب التترا هيدروفوليك ودي له فورم مينو. لو انا ما عملتش كده مش هحول فيجرو لجلوتاميك فبالتالي هيسيب فيجرو في الدم وينزل في اليورين. فلو لقيت فيجرو في اليورين يعني ما عندكش فوليك اسيد في جسمك. خلاص كده؟ فيها مشكله دي؟ Gracias.
اخر امايو اسف بسطرين بسطرين بس اول كلمه لايسين ده يا جماعه السيشن عن السيشن الاستدين اللي فات السيشن عن السيشن السيشن البيز كلهم اصلا السيشن الارجين كان اسمها كلمه اسمها ارجنتينا والهستدين الكلمه اسمها عينيت هو واللايسين اخر كلمه خالص اللي كان اسمها لامبا فالثلاثه في البيز كلهم يعتبروا السيشن يا دكتور جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك ولا ميكس مين الكيتوجينيك؟ اللي بحرف ايه؟ القلب يبقى لايسين كيتوجينيك بيديني اسيتو اسيتيل يديني اسيتو اسيتيل زيه زي مين؟ زي اللايسين لما كان الثاني اسيتو اسيتيل او اتش ام جي كو اي او اسيتيل كو اي الكلمه الثالثه ايه اهميه اللايسين؟ بص ما ذاكرش لايسين ما ذاكروش بس ذاكر كلمه واحده بس اللايسين خدناها قبل كده يا جماعه لما كنا بنقول في ماده اسمها ال ام زمان في شابتر الليبيد لما كنا بنتكلم في حاجه اسمها الكارنيتين كارنيتين شاتل قال لك الكارنيتين بتجيبه منين؟ قال لي يا اما تجيبه من الاكل يا اما صدعه من اتنين امينو اسيد واحد اسمه ال والتاني اسمه الام تيجي لي سؤال في الامتحان يا جماعه لايسين از ريسبونسبل فور سنس اوف رقم واحد كارنيتين ورقم اتنين كرياتين فين الصح؟ ال يبقى مديني كارنيتين تلاقيه يقول لك ايه الصح كارنيتين بيختار الكرياتين كلمتين قريبين من بعض طب مين الام يا جماعه؟ الميسيونين الموسيقى بيصنع ايه المره اللي فاتت؟ كنت بقول في ثلاثه امينو اسيد بيحتاجهم عشان خاطر يصنع ايه؟ الكارنيتين كانوا مين او الكرياتين كان الجلايسين والارجينين ومين الثالث؟ يعني الميسيونين بيصنع لي ايه وايه؟ بيصنع الكارنيتين والكرياتين الميسيونين الام الام بيصنع الاثنين الكارنيتين والكرياتين ودي زودها ودي زودها انها مش موجوده الميثيونين بيصنع الكرياتين وبيصنع الكارنيتين لكن اللايسين بيصنع لي حاجه واحده بس الكارنيتين بتاع الكارنيتين شطر طبعا يا جماعه اللي فيكم فاكر ان اللايسين كنت محتاجه عشان اصنع حاجه اسمها الكولاجين فاكرين الكولاجين خدناه فينا قبل كده في الامينو اسيد الجلايسين لما كانت تلت الكولاجين عباره عن جلايسين قال لي بصنع بيصنع منه جلايسين وبصنع منه حاجه اسمها سوري كولاجين واي اس دي بصوا يا جماعه من الاخر كده من الاخر من الاخر عشان اوفر عليك ايه البروتين سيبه سيبه لحد اخر حصه